المهم من مصر العجيبي يجيب الجلسه يصرح حجله ويجي في قدام في الصراحه رايحه في قدام حنا بقى يصرح حجله ماخ لشمسه فيها يدعي المنسيه وقدام قناه الحوار التونسيه شنو هما كل محل ما سيد اسمها نهايه التصرفات اللي هي غير خارجه عن القلب رجعنا بطل المال من الموقف باش تلاحظوا معناها باش تقدم تقديم شهاده سماع شهاده المقدس نص هذه وقع سماع في التحقيق اي شهادة سمير الفريين لم يقع لا تم سماح احنا في المحضر الجلسة في الجلسة سيد الرئيس تم سماح وهو خمس ساعات كاملة وموجود تنجم تطلع يا استاذ ما تمش في الجلسة سيد الرئيس ها؟ ما تمش في الجلسة ما يحب مش مشكلة مش مشكلة تراجعنا فيها مش مشكلة اما تصريحاته موجودة وضبط تنجم تطلع عليها شهود سيد الرئيس تم سماحها مكتبيا وحنا حاب نوجههم اسئله لان تم تجريح في هذه الشهود سيد الرئيس واحد جيب لي 50 شاهد واحد جيب لي 20 شاهد ويقع سماحهم مكتبيا وحنا نجرحوا فيها خصوصا هذه الشهادات بالضرب حتى مع من قام من استخدمها هم سيد الرئيس لماذا لم يقع سماحهم في الجلسه حتى يمكن الدفاع عن التجريح وايضا وتوجيه اسئله هذه الشهود لان يعني يتعلقوا بالمراه نتاعي سيد الرئيس استاذ شكري الغفار مش من استاذ شكري الغفار استاذ الاستاذ الفقيه قدم اعلام نيابه زميله الاستاذ الغضاب عن المتهم المنصف العجيب طلب تاخير الاطلاع كذلك ادلى بتقرير في حق المتهم العاشي بن سوسية مت من عنده مت هذه يا سيدي الرئيس مرزوقي الاستاذ البلقاوي توسع في اعلام نيابته لتشمل خالد المرزوقي إضافة لمنصف العجين عفوا تفضل سيد صبران قد نجم تقدموه أما هو موجود ما نحكيه فرد اتجاه سيد الرئيس أنا نحكي لكم وأني قلت في جلسات سابقة وأنه الإجراءات هي ضمان لحق الدفاع وضمان للمتقاضي وانه احترامها امر واجب، انا مانيش نشكك وانه معناها راهو ثم اقوال قالهم وما سجلوهملوش والا لا انا سيد رئيس في حكم تحذيري وقع اصداره وتراجع فيه المحكمه واحنا كنا مش موجودين، هذا اولا، ثانيا سيد رئيس مثل ما لاحظ زميلي سيد رئيس علاش انا كان ثم مبرر سيد رئيس باش يقع جلس بعد ما اصدر حكم تحذيري في سماعه مكتبيا عوضا عن جلسه والله اما هذا التسرع هذا شنو المبرر نتاعه؟ بحيث سيد الرئيس انا نقول المحكمه هذه باش تمشي في الاتجاه الصحيح وباش المحاكمه هذه باش تكون عادله سواء للمتهمين ولا للقائمين بالعقل سيد الرئيس ولاحق خاصه على المتهمين. انا بالنسبه لي انا من بين الرساله اللي نحب نوجهها للمحكمه المنوبين ما حاجتهمش اكباش فداء حاجتهم بمعرفه الحقيقه ويفوضوا النظر للمحكمه في معناها ما ستصدره عندما معناها استاذ الحق استاذ فريالي استاذ الصفاوي احنا كنا مقررينها تفكر البرمية ولا حاجه كيما هو كذا سيد الرئيس ونهارتها فلوش وجاء هو السيد لهنا وقلنا له مش ممكن حتى المحكمه كل ما فهم حتى مش انا ما نجمش نوصل للمحكمه ورجع في نهارتها وكلمنا الاداره وكلفنا قاضي بسماعه الحكم التحذيري جاء بس سيد الرئيس هي نهارتها مش معناها تحذيري وعملنا على عملنا اعلام كونه قلنا خلى نوخروها فهمتني وهو جاء لهنا وكلفنا له قاضي سوا على كل سيد الرئيس احنا نعتبر القضيه غير جاهزه